أهلا وسهلا فيكم أعزائي، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. دكتورة مش سامعين صوتك. أنا مسكرة المايك يا أنتي، علامات تقدم السن. أهلا وسهلا فيكم في الجزء الثالث من موضوع اليوم ومن آخر محاضرة في هذا الفصل الدراسي الشيق اللي هو الفاينانشال مانجمنت أو الإدارة المالية. بس بعرفش هل الطالبة بعتت لي الشغل على الماسنجر ولا لسه، لأني بدور مش لاقي. هاي أبلة مش باعته، او سهام بعتها بسهام يعني. يا جماعه الفصل خلص، انا احكي لكم تبعتوش على الواتس حاجه. الواتس فقط للامور ال اسمك سهام ايش يا انجي؟ فيش سهام. لا هيو هيو سامي الشرفه، اوكي لقيتك يا انجي. هاي سهام الشرفه، خلصنا واحنا بنعطي تعليمات. تبعتوش على الواتس شغل. ابعتيه انت، هيني فاتحه صف. مش بعتها لي حاجه. يلا هيا بنستنى الان يا اخوات. بعد ما خلصنا موضوع الاستراتيجيه، طبعا موضوع الاستراتيجيه بحر من بحور علم الاداره، احنا اخذنا نقطه صغيره 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 فيه. طبعا في مدربين في مجال الاستراتيجيات وفي استشاريين، واضح لانه بنحكي عن المستقبل، تنبؤ بايش؟ بالمستقبل. شوفوا لنا بالله سهام، وانا واحد تاكل ورق دوالي ولا ملفوف ولا وين بالضبط؟ شوفوا لنا سهام. سهام سامعين يا جماعه ولا ايش؟ طب بس تيجي سهام نعمل ترى معينك يا دكتوره. اتوقع انها بعتت لانه ظهر عندي رساله. انا قلت نجيب نكته ولا حاجه، راحت سهام. بعت الشغل. بتقول لا بدناش نقط. اوكي شكرا يا سهام. ايش الخلفيه الحزينه هذه يا جماعه؟ اخوات في مهارات، سامعيني؟ صحيح يا دكتوره سامعيني. في مهارات لعرض البرزنتيشن، اكيد يا ريت يا اما تاخدوها في دورات في الجامعه بتعطيها. اصل اخذتوها برنامج لانه فيش وقت الواحد يشرحها على فكره، لانه هذه دورات. يا اما بتحضر يوتيوب، لانه تو انا مثلا في السلايد اللي تبع الاستراتيجيه قاعده بكبر في الخط، ما ينفعش يا انت عارض برزنتيشن خط 11، لا بزبطش يا انت. الان احنا لقينا لنا خلفيه كئيبه، شوف مع بعض. تفضلي ابلة، اين انت؟ سهام اين سهام؟ هيني السلام عليكم. عليكم السلام. شايفاكي ليش؟ ماشي. ظاهر انا مش شايفاكي. هي كيك. لابسه ابيض ولا مش انتي؟ ظاهر السلايد يا اخوات امامكم. منوره يا سهام، في فوق راسك هوايه، خدي بالك منها. بلاش حدا يجي يشغلها. تفضلي عفينا من نفسك سهام الشرفة. هلا انا سهام الشرفة، خريجة نظم معلومات جغرافية من الجامعة الإسلامية سنة الحمد لله. مش آداب انجليزي. ايه؟ مش آداب انجليزي. لا لا. سؤال. جي اي اس، مخلصة جي اي اس، داخلة على مجال الام بي اي ليش؟ سؤال، ايش الهدف؟ الهدف ايش هو؟ لأني حابة أصير مديرة. ان شاء الله. طب وين بتشتغل الآن ولا ايش عاملة؟ صاحبة مشروع مرسلة لبيع الملابس التركية. ايش المشروع؟ ايش اسمه يا انتي؟ نعمل تسويق. مرسلة. اهلا وسهلا مرسلة. انتي مختارة الاسم ولا هم في تركيا اسمهم مرسلة؟ لا انا مختارة الاسم. كده الاسم حلو على فكرة، الاسم بشكل مشكل الاعلانات زي ما تو شرحنا في التسويق. طيب يا استاذة مرسلة تفضلي، ولا يا استاذة سهام؟
تمام. هلا اليوم احنا حنحكي عن الاداره الماليه. لكن سؤال يا انت، انت مخلصه تخصص وداخله في المشاريع وطالعه على الاداره، كانه كده الخطه بتبعتك مش عارفه كل شويه في حاجه. ليش نغير هو انا في كثير اشياء اصلا. نعم يا انت، في كثير اشياء بس هي الحمد لله يعني. هو مش غلط صح، انا ما قلتش غلط، بس يعني من كل بستان زهره. اتفضلي. تمام. هلا احنا اليوم حنحكي عن الاداره الماليه. هلا اول ما نسمع عن الاداره الماليه، على مسار حياتكم الشخصيه، ايش بتعني لكم الاداره الماليه؟ او ايش بيخطر على بالكم بس تسمعوا الاداره الماليه؟ في حد حابب يجاوب؟ ما هي الإدارة المالية؟ طب شو الأمور اللي بتطلب منكم أنكم تديروا أموالكم في حياتكم اليومية؟ أو الفند يتعين المشاريع، تعون المشاريع، الفند أو الفن، الفاينانشال، فاينانشال مالية معناها. فاينانشال مانجمنت. فاينانشال مانجمنت. بدك تكتبها. اللي عندهم طوشة. فاي. هلا. تفضلوا يا جماعة ساعدوا زميلكم، حرام يعني تاخذ درجة واحدة. الفند اللي هو التمويل. فاينانشال مالية. طبعا حيجي سؤال ايش الفرق بين الاثنين؟ تفضل يا أبلة، يلا بسرعة لو سمحتي. ساعدوها يا جماعة، اختار حد استنى. نور جبر تفضلي اقرأي أو جاوبي على السؤال. لما نقول مالية ايش بيجي على بالك؟ يعني فلوس ولا ايش؟ أكيد فلوس. طعام ولا شراب ولا ايش؟ يا سيها ما تحكيش الكاميرا لانه احنا بندوخ، اللي بتطلع عليك حيدوخ يعني، اثبتي. طيب يا نور، مالية ايش معنى مالية؟ فلوس، ايش معنى فلوس؟ ايش متعلق بالمال، بالتمويل، بالايرادات، مش عارفة بس يعني هي اللي خطر في بالي حاليا. ممتازة، شكرا. تفضلي يا سيان عشان الوقت، تفضلي. مش سامعة. تفضلي. طيب هلا في كثير مواقف حياتنا اليومية بتطلب منا انه ندير الفلوس تبعتنا. هلا مثلا انا كموظفة مثلا بقبض راتب شهري وبدي ادير الراتب الشهري تبعي، كيف بدي ادير؟ مثلا جزء منه بدي احطه في الادخار، جزء منه مثلا للواسطة، وجزء منه لمصاريف ثانية، وجزء مثلا لإلي لالتزاماتي الشخصية. ممتاز. تمام. أوكي. معاكي مصروف. هلا أنا لو معاكي معاكي مصروف لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو معاكي فلوس في الشنطة، كيف تتصرفي فيهم؟ إذا صرفتي صح إدارة مالية، إذا صرفتي غلط سوء إدارة مالية. سوء إيش؟ إدارة مالية. تفضلي. لو أنا ما دفتش أموالي بشكل صحيح، شو حيصير معي؟ لو أنا ما دفتش أموالي بشكل صحيح، خسارة. يا إما بصير معي خسارة، يا إما بصير معي عجز، يا إما بتتراكم الديون علي. ممتاز. هلا في السلايد الاول، السلايد المقدمه، عشان تفضلي. هي مع تطور الوضع الاقتصادي والتكنولوجي في العالم، حيث اصبحت وسيله اساسيه لتحقيق اهداف المشاريع. هلا كل ما يتطور الوضع الاقتصادي والتكنولوجي بتزيد الاداره الماليه، وتتطلب منها ان نواكب التطور والتكنولوجي. تمام. مين حابه تقرا؟ ايش انت عشان الوقت. هي وسيله وليست هدف. الاداره الماليه وسيله لتحسين استخدام ايش؟ الاموال. الدول اللي اقتصادها قوي بيكون عندها اداره الاموال سليمه، اداره ايش؟ الاموال سليمه. طب الان سؤالي انت سهام، عرفي الاداره الماليه. برضه في مشكله في عرض البرزنتيشن، تفضلي. طبعا الاداره الماليه هي عصب الحياه لاي مؤسسه. استمرار جريان الأموال في المؤسسة معناه إنه في استمرار لعمل المؤسسة. تمام. مثلاً أنا بدي أفتح مشروع، هل بقدر أفتحه بدون رأس مال؟ طبعاً. لو كان في عندي رأس مال، هل بقدر ينجح المشروع بدون إدارة صحيحة للمال؟ لا، لازم يكون عندي إدارة للمال. تمام. هلا القواعد والقواعد التي تعمل على دراسة. شيء دكتورة؟ أعطي مثال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الآن هلا الأولى
ما فيش فيها موارد إنتاج قوية ولا فيها بترول ولا يحزن، لكن هي قوية اقتصادية لأن عندها حسن إدارة الأموال. دول الخليج عندهم فلوس بالمليارات بالتريليونات، لكن عندهم سوء إدارة مالية. إيش يعني تروح تشتري نمرة سيارة بمليون دولار؟ هذا اسمه تبذير على فكرة، ماشي؟ إيش يعني تروح تصنعي سيارة خالص وتدفعي ملايين الدولارات لشركة، طبعاً هو مصنع واحد في العالم اللي بيعمل سيارات ذهب، يعني تحس إنه طب بعدين يعني تبذير رفاهية زيادة عن اللزوم. طبعاً ما حدش معاه فلوس اللي أنتم معاهم مصاري، لكن صح ماشيينها صح، عشان هيك اقتصاداتهم قوية. أنا بحكي عن دول العالم زي ألمانيا، اليابان، الصين، أمريكا، ماشي. ممكن طالبة تطلع تقولي مثلا لا يا دكتورة عندك قطر اقتصادها قوي، الإمارات لا، أنت هم اقتصادهم قوي. أحد أسباب الاقتصاد مش حسن إدارة الأموال، عدد السكان الصغير. يعني عندك قطر نص مليون، الإمارات عدد الإماراتية من توتال السكان 12%، النسبة 12% يعني ولا حاجة، ماشي. فهذا أحد أسباب إنه الفلوس مش عارفين شو يسووا فيها. لكن تعالي اقتصاديات بتنافسش على مستوى العالم، هو مش دول صناعية. ليش؟ لأنه عندهم سوء إدارة الأموال. تاخذ الفلوس تشتري طيارة ذهب، طيب يعني أنت حضلك رايحة جاية في الطيارة طول اليوم؟ طبعا لا، وإذا ما بدك تطيري بتركب طيارتك الشخصية، ماشي. تشتري حاجات غريبة، هذه أموال الشعب، ما تنحط لخدمة الشعب، تنحط لتقوية الاقتصاد، تنحط لشراء إيش؟ 6 إيمز أو مواد إنتاج قوية تدعمنا. أما إحنا إذا الفيصل بين الدول المتقدمة اقتصاديا والفاشلة اقتصاديا أو متأخرة اقتصاديا، اللي هي سوء إدارة الأموال. لما إجا أردوغان وقبل هيك حكينا قال أنا لا أسرق، ما هو شو بده يسرق؟ ما هو يسرق فلوس، فليش بده يسرق هو؟ أنا لا أسرق. لما حسن إدارة الأموال في تركيا أصبحت رقم 16 على مستوى العالم في الاقتصاد. قاعد يبذل وقاعد بدخ ورفاهية ملهاش داعي أو مبالغ فيها جدا، وحتى بتضحك الناس عليه يعني تشتري سيارة ذهب. طب بعدين، طب ما سيارة ذهب ماشية والسيارة موديل 2021 ماشية، يعني إيش يعني تبذير؟ هذا اسمه تبذير، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. فبتلاقي الدول اللي رشدت استهلاكها استغلت مواد الذهب صح، ماشي. زي ما بتسمع مثلا قصص إنه أنت لو قاعد في ألمانيا في مطعم وشريت طعام وما أكلتوش كله ممكن تتعاقب، لأنه تبذير. إيش رأي قدك وخلاص يعني. بتشوف مثلا في بعض الدول زي السعودية بتلاقيهم عاملين كبسة وعزمين الشعب كله أو عزمين الناس وكبينه في الأرض، بس الدول المحترمة ما بتكبش الطعام في الأرض على فكرة. إذا حسن إدارة أموال معناها دول قوية. سوء الإدارة حتى لو في فلوس إحنا بنضيعها قاعدين بتشتري قاعدة نمرة بمليون ولا باتنين مليون دولار نمرة سيارة، تفضلي، أو برفان بملايين الدولارات وشعبك جعان. أنا عندنا الإدارة المالية عندي التعريفات، مين بتحب تقرأ التعريف الأول؟ لا هو تعريف واحد أنا اخترته، أنت بنشغل لهم حام غلابة. يلا يا روند، لازم نتعاطف معه. يلا يا روند، أنا بحاول أطلع الشات. الإدارة المالية هي أحد وظائف المشروع، تهتم باتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل واستثمار هذه الأموال بكفاءة بما يكفل تعظيم القيمة السوقية للشركة أو تعظيم ثروة المساهمين، ومن ثم المساهمة في تحقيق الهدف الأسمى للشركة وهو البقاء والنمو والاستمرار. تمام، زي ما حضرتك حكيتي يعني هي أحد وظائف المشروع، تهتم باتخاذ القرارات المالية المتعلقة بالحصول على الأموال بالشكل الأمثل استثمارها. طيب الحصول على الأموال هو التمويل، تمام؟ مصدر التمويل، مصدر الأموال يعني استخدامها. نعم، في فرق بالاستثمار وفي فرق بالاستخدام. الآن بنشوف، تفضلي. طبعا التمويل هي الأرباح، القيمة السوقية والتذوّت المساهمين هي أرباحنا، ماشي. البقاء والنمو المساهمين اللي هم ملاك المشروع أو ملاك المؤسسة، stockholders هم المساهمين أصحاب. طيب ليش؟ عشان يحصل على أهداف أخرى اللي هي زي البقاء والاستمرار والنمو. طبعا أنت شاري أسهم في شكل صارت ليش؟ عشان تربحي، عشان السهم يجيب فلوس، واضح. ما هي أهم قرارات الإدارة المالية؟ تفضلي. في عنا عدة قرارات للإدارة المالية، هي قرارات الاستثمار وقرارات التمويل وتقسيم الأرباح. شو هو قرار الاستثمار؟ والفند والديفند. شرحهم ولا؟ الاستثمار مشتقة من الثمار. ممتازة، ممتازة. الشيء اللي جابت ولدت يعني جابت ثمار، ما تمارش بنفعش. زادت.
طيب، هو القرار الذي ينطوي عليه تخصيص قدر معلوم من أموال المنشأة في الوقت الراهن لنشاط جديد يحقق ربح في المستقبل، وهو يكون عرضة لدرجات مختلفة من الخطر وعدم التأكد. يعني أنا عندي فلوس بدي، وعندي فكرة بدي أستثمرها بحيث أنها تجيب لي عائد، ممكن أنه يكون في نسبة معينة من الخطر والخسارة، بس نفس الوقت ممكن يكون في ربح. الاستثمار، أين ذهب المال الذي كان معك؟ شاري سيارة ذهب حضرتك، طبعا سيارة الذهب يا أخواتها نادرة جدا على مستوى العالم، في مصنع واحد لازم توصي، بنسميه إنتاج متقطع، مش كل الناس هتشتري سيارة ذهب، ولا كل الناس بتحب تتمنظر. ماشي، معك فلوس. الآن نجوان في شنطتها فلوس، وين راح؟ وش من تصرفاتهم؟ شارت فيهم كذا؟ هذا اسمه أين ذهب المال؟ الاستثمار انه الالف يصيروا الفين، الالفين ثلاثة، ثلاثة اربعة، انه يعني تولدوا يزيدوا. خذي بالك لو ما شغلتش الفلوس اللي معك حتاكلها الزكاة. هذا حديث شريف. الان الفند، نيجي للقرار الثاني وهو قرار التمويل. هلا مثلا انا عندي فكرة استثمارية، طبعا الفكرة الاستثمارية لايش بتحتاج؟ بتحتاج لرأس مال علشان انه تتنفذ. كيف بدي اقدر احصل على التمويل؟ من وين بدي أقدر؟ ممتاز. ممكن يكون من عند من ذات الشخص، تحويشي مثلا من بابا، من ذاتي. اي حدا مثلا من ذات الشخص، يعني اسمها تحويشه وانت اسمها تمويل ذاتي. تمويل ذاتي يعني يا دكتورة ذاتي ذاتي تقريب. تمام. وممكن من مستثمرين، وممكن انه قروض من البنك. ماشي، ممكن يكون عن تفضل كملي. عبارة عن أرباح محتجزة كمان. أوكي، شو هي الأرباح المحتجزة؟ مثلا اللي هو صافي الربح بعد الضريبة بيكون مثلا 100، جزء 90% بيكون موزع على المساهمين، و10% بتكون محتجزة. هذه العشرة المية المحتجزة بتظهر في الميزانية العمومية اللي بتكون في حقوق الملكية. ممتاز، تمام. طبعا في بعض المؤسسات ترضى انها تحتجز، وبعض الاخر لا، يعني حسب سياسه الشركه، وايضا حسب موافقه المساهمين. يعني للمساهمين هم اصحاب الارباح، هم اصحاب حسب احنا لازم نشاور المساهمين يشاركوا بكل فلوس، ولا نحتجزها عشان نكثرها، يعني عشان تتضاعف ارباحنا. ماشي، اذا زي ما حكيت اسمعتكم، الاستثمار من اين لك؟ عفوا، الاستثمار إلى أين ذهبت الأموال؟ فلسك وين؟ كان معك فلوس وراحت، إيش عملت فيها؟ ماشي، التمويل من أين لك هذا؟ الآن إحنا شفنا سهام راكبة جيب حقه $1000، من وين جابت المصاري؟ الفندنج هي كلهم ماشي وشاطوا بالجيب وتعطيهم أحلى. الطالبة اللي عندها طوشة، من أين لك هذا؟ ندخل في الفساد هنا، له علاقة بالفساد المالي، من وين سهام جابت الفلوس؟ هذا السؤال. طبعا التمويل بدنا نجيب فلوس، من عندك تجيب مصادر تمويل كثيره، مش بس هذه، اما ذاتي اللي هي الاسهم او تحت البلاطه، في فلوس تحت البلاطه ماشي، او بيعين ذهب ولا حته ارض، قروض اللي هو الدين، تمويل خارجي وله تكاليف له الفائده، مساهمين من التمويل الذاتي، ارباح محتجزه. هيا هنا بس الأصل، يعني أنت في ماشي هنا الآن، ده أشرحها أنا. أرباح محتجزة، صافي، خذي بالك ربح الشركة تعول المحاسبة بعد الضريبة، إذا الأرباح متوزعش قبل الضريبة، برضو حطالنا أيقونة في النص يا جماعة، خذوا مهارات البرزنتيشن أفضل. صافي ربح الشركة بعد الضريبة 100، طبعا ليش نقول 100؟ إحنا عقد $100 ماشي، تم توزيع على مين حنوزع؟ على الناس؟ لا، على المساهمين. ناس مين؟ ليش؟ جمعية خيرية؟ وزعوا على المساهمين 50. إذا قديش حيكونوا خبوا؟ 50. الأرباح المحتجزة جزء من صافي الأرباح بعد الضريبة يستخدم لإعادة استثماره، يعني أنا بتوقع تتضاعف 50 اللي خبيتها. ماشي؟ واضح؟ عشان هيك بنسميها تمويل ذاتي. فلوس بدل ما نوزعها، لا بدناش يا جماعه نوزع، ممكن يعني سؤال، ممكن صافي الارباح كله محتجز؟
طب ممكن صرف الأرباح بعد الضريبة كل موزع؟ أو مش مشكلة، حسب هذه السياسات، حسب الشركة، حسب توجهها. يعني إحنا حاسين عنا عاجز، يعني طبعا عاجز معناه تخطيط مالي، أنا متوقع 2021 تكون صعبة يمكن عاجز، فعنا أرباح ليش رح نوزعها؟ لأ خلوها يا جماعة احتياط، ممكن أخذها إيش للاحتياط. أنا بشوفكم تكتبوا على الشات، ماشي تفضلي. الآن حتشرح إذا نحن مع بعض الانفستمنت وات التلفزيون من أين لك هذا؟ هنا أين ذهب هذا؟ المفروض نكتبها هنا على فكرة إحنا عشان نربط المعلومات مع بعض. أين ذهب هذا؟ مش إحنا قلنا من أين لك هذا؟ أين ذهب هذا؟ العلاقة بالفساد. الآن هيو استثمار شرحنا، والتمويل الأرباح، مقسوم الأرباح شرحتها الآن اللي هي إيش؟ تفضلي ديفيدند. تفضلي أبلة. القرار الثالث والأخير اللي هو تقسيم الأرباح، هو القرار الذي تتخذه الشركة لتحديد طريقة توزيع الأرباح على المساهمين. يعني كيف إحنا كيف ستوزع الأرباح على الملاك المساهمين بعد خصم كافة المصاريف والضرائب. لا خدي بالك صافي زي ما تو كتبنا هنا، هذا له علاقة بالمحاسبة، الناس اللي دارسين محاسبة. نرجع تاني. طبعا بعد خصم كافة المصاريف والضرائب، بعد خصم الضريبة بنفعش نوزع أرباح وإحنا علينا فلوس، بنفعش يا جماعة. بعد ما ندفع المصاريف التشغيل، تكاليف الإدارية والبيعية، وبندفع الفوائد إذا كان عندنا قروض، وبندفع الضريبة، بعد هيك نضل حاجة الإنصاف الأرباح لازم تكون بعد الضريبة. خدوا بالك ممكن يقول لك قبل الضريبة، لا بتجيش قبل الضريبة، بعد الضريبة. يعني بنسد، يعني مثلا واحد توفى، احنا موتنا الشعب اليوم، واحد توفى بنفعش نعمل توزيع التركة غير لما نسد الديون. مين عليه يا جماعة دين يجي ياخده؟ هيك الشرع وهيك القانون. نفس الشيء بعد ما نسدد كل التكاليف بنيجي نوزع الأرباح، نفس الفكرة. واضح؟ تقسيم الأرباح الموزعة ممكن نوزع شكل كاش، هيهم بعدة دولارات قاعدين، أو أسهم. ممكن نوزع فلوس عادي، تعالي خذ الشيك تبعك مبروك أرباحك، وممكن أسهم. إذا مش دائما توزيع الأرباح فلوس، ممكن يكون إيش؟ أسهم. أسهم معناها ملكية الشركة. حدا عنده سؤال؟ بشوفكم تسألوش في الموضوع عشان المحاسبة خايفين. بالعكس حلو، ما حدش بيسأل. هاي وين هاي؟ ليش ما بتشاركيش يا أبلة؟ هاي ما شاركتيش؟ يعني المشاريع كله مالية، مشاريع كله مالية. يمكن عندها شفاك دكتورة. في سؤال عندي ممكن؟ تفضلي. مر علي في تقرير ترجمته إنه هامش الأرباح بيختلف عن، يعني مش عارفة كيف كانوا يكتبوها، يعني إنه حكالي هو العميل إنه في فرق بين الربح وفي هامش الربح، بس ما فهمتش عليه هل بيختلف يعني إنه عن جد في الإيش الإدارة المالية؟ بيختلف. الهامش عادة بيكون نسبة. ماشي، أنا ممكن أبعت لك محاضرة عن فكرة الهامش. ماشي، اذا الزكاه بطولها وببعت لك اياها. الهامش بيكون نسبه، هامش ربح، لكن صافي الارباح لا، كاش فلوس 1000 2000 3. الهامش بيكون نسبه الربح قديش؟ ممكن نسبه الربح 10%. ماشي، والله ما بربح غير 2%، بس ببعت لك التفاصيل ان شاء الله، لانه انا بدرس مساق اداره ماليه، ببعت لك الحته هذه بس لانه هذا بحر. دكتوره بعد اذنك بس تفضلي نوضح شغله. تفضلي وضحي. بالنسبه لصافي الربح وهامش الربح، يا روند حيكون في مساق في المحاسبه الاداريه المتقدمه حيشرح الفروق ما بينهم، زي ما حكيت الدكتوره الهامش نسبه، اما الصافي بيكون في النهايه. حلو ان احنا كنا المداخله، لكن مداخلتي غير دقيقه. انتوا حتاخذوا الهامش والصافي في مساق اسمه الاداره الماليه، زي التسويق حكيت لكم هتاخدوا برضه الاداره الماليه مع الدكتور ثاسي معمر بروفيسور فيها، درسنا على فكره بكالوريوس ماجستير. في عندك مساق اسمه الإدارة المالية، المحاسبة الإدارية حاجة تانية. المحاسبة الإدارية بس إحنا أخذناها أيام يا دكتورة، تطرقنا للمواضيع هاي. يعني في إيش أخذتيها؟ المحاسبة الإدارية المتقدمة. تطرقتي لكن من جوهرها إدارة مالية مش محاسبة، تطرقتي للموضوع لكن التفاصيل والإسهابات في الإدارة المالية يا أنتي مش في المحاسبة الإدارية.
حلو طلقتي من باب كتطرق، بحكي كتطرق يعني حتكون مع في مساقات بحكي على التفاصيل وتمخمخ في الموضوع وتحلي اسئله في الاداره الماليه. لا حتكون في الاداره الماليه، المحاسبه الاداريه علم ثاني، هم مرتبطين بس المحاسبه الاداره الماليه والمحاسبه الاداريه كلها اساسياتها القوائم الماليه. اذا انت فاهمه القوائم الماليه فيش مشكله. ماشي صحيح يا دكتور، شكرا على الافاده. يعني ممكن اجت معلومه فالاستاذ شرحها. سؤال تو شرحنا، سالنا السؤال ايش الفرق بين الاداره الماليه فاينانشال والفند التمويل. مين نوجه السؤال للابلغ؟ مين الاداره؟ ايش الفرق بين الاداره الماليه والتمويل؟ اول ما تسمع اداره ماليه ايش فيها والتمويل ايش هو؟ يا بس الصوت تفضل اقرأينا. تمام يا دكتوره. هلا بالنسبه للاداره الماليه هي الفاينانشال مانجمنت، هي احد وظائف المشروع، وهي اما التمويل هي بتكون احد قرارات الاداره الماليه. ممتازه. بالنسبه للاداره الماليه هي قرار الاستثمار، قرار التمويل، وقرار تقسيم الارباح. الفندنج هي كيف نحصل المال، هي مصدر التمويل نفسه. بالنسبه للاداره الماليه اشمل من التمويل، اما التمويل هي جزء من الاداره الماليه. إذا التمويل فقط من أين لك هذا؟ الهذا وين راح؟ مش تمويل. الهذا وين راح؟ إدارة مالية. الهذا استخدمته كويس ولا مش كويس؟ إدارة مالية. لكن أنت من وين جبته؟ الجيب اللي ركباه سهام بمئة ألف، من وين جاب الفلوس؟ هذا تمويل. هي الفلوس المئة ألف شرط فيهم جيب، شرط فيهم أرض، بعزقتهم، حطتهم في البنك، هذا إدارة مالية. إذا حتة التمويل ابن الإدارة المالية، إذا الإدارة المالية الأصل وابنها التمويل. تمويل فرع من الإدارة المالية وليس العكس، مش العكس. التمويل بيركز على الفلوس اللي معاكي من وين جايباها؟ فاتن حاطة في المحفظة ألف شيخ، من وين جايباهم؟ والله جبت الراتب، سحبت من البنك، بيعالي حاجة، مصروفي، أي شيء. ماشي؟ إذا من وين الفلوس؟ تمويل. بعد ذلك إيش عملتي فيها؟ إدارة مالية. تفضلي. تمام. هلا في سؤال صح وخطأ. صح ولا؟ يعتبر التمويل هو البحث عن مصادر جلب أموال الشركة، وهو الكل من الإدارة المالية، صح أو خطأ؟ طب أنت مش كاتبة السؤال، مين حيكتبه؟ المس؟ وين السؤال؟ لا هذا شيء ثاني، علم فن. ماشي، تزعليش يا أبلة فنان، أنا برضه ثاني. ماشي، بدي أعمل سلايد جديد هنا. أنا أفرجيك الصح والغلط كيف بنكتب يا سهام، كيف يقعون في الفخ. تفضل. بتعلم منك يا حبيبتي. تفضل، إيش العبارة؟ عشان أضبط لك إياها أنا. يعتبر التمويل هو البحث عن مصادر جلب أموال للشركة، وهو الكل من الإدارة المالية. يا أستاذة هذه عبارة تنعطاش العبارة تاع الماجستير. يعتبر التمويل جزء الإدارة، بس هيك بتناقش الإدارة المالية. عيد العبارة إيش كانت؟ يعتبر التمويل هو البحث عن مصادر جلب أموال للشركة، وهو الكل من الإدارة المالية. عبارتك مرتبة، هو البحث عن مصادر تمويل للشركة واستثمارها. أيوة، حتقعوا في الفخ الآن، صح ولا غلط؟ طالبة يا حرام فرحانة، مش هتفضل خطأ. مش استثمارها هو، بس عشانكم في المحاضرة بحث عن مصادر التمويل صحيح، لكن استثمارها هتكون خلال الإدارة المالية. والله لو اجت في الامتحان لغة اللغات، لأنه ظروف الامتحان النفسية غير ظروف قاعدين في المحاضرة ونشرب شاي وقهوة. خدي بالك. لو طيب كمان واحدة كمان عبارة هي أعطتني إيش؟ أعطتني الإشارة الخضراء إنك علاقت العبارات صح وغلط وألف قصص. يلا البحث عن أبصر إيش؟ فقط. صح ولا غلط؟ سؤال موجه لحنين، قبل حنين، صح ولا غلط الإجابة؟ عبارة ما تغششوهاش. والله اللي حكت غلط بدرني من الشباك أنا. إيش حكينا أنت تو؟ شايفين كيف صعبته؟ تو صحيح العبارة. ايش كاتبين هنا؟ احنا بشرح محالي، من اين لك هذا؟ بس
فقط. فلما حكى فقط صح، لأنه بقية الاستثمارات وتوزيع الأرباح والمصاريف ما شلق. مش إحنا تو قلنا سألنا سهام من وين جايب 100,000، هذا مصادر تمويل بس فقط. تقدم مبررات ومستندات إنها جايباهم بشكل سليم، مصدر مشروع ماشي. إيش عملت في يوم؟ لا مش تمويل هذا، ما شلق. هي إيش عملت في المصاري؟ ما شلق. يعني هي حكت أنا طلع لي ميرات، اكتشفنا انه اللي قريب منوش اقارب ومات، فبعتوا لي طلعت انا الوريث الوحيد. تحصل هذه في الافلام ماشي. طيب فصار عندي 100,000، هذا مصدر تمويل. هي ايش عملت فيه؟ منوش علاقه بالتمويل، له علاقه بالاداره الماليه. واضحه ولا عيدها؟ ما انا حسيتكم نايمين، خاصه تعبتوا، طلعناكم من التسويق وديناكم على الاستراتيجيه ومن الاستراتيجيه على الماليه. الان نشوف السؤال كيف يعتبر. لا تعتبر، تعتبر الإدارة المالية. السؤال موجه لفاتن. يلا يا فاتن. فاتن هاي دكتورة معك، تفضلي. عندك سؤال صح ولا غلط؟ تفضل بس الناس. يلا. تعتبر الإدارة المالية البحث عن مصادر تمويل للشركة فقط. لا فولس. ممتاز هيك وضح. الإدارة المالية هي صحيح. احنا هيك بتكون وضحنا الصورة اسهل، يعني فهم مش حفظ. سؤال وجواب. لو ما حطيناش فقط في السؤال الاخير، لا صح، بتبقى الاجابة صحيحة. لا بس الادارة المالية هي اول مرة بحث عن تمويل. اشمل تو حكينا هي. انا بس حساكو مكونمتو وشكل الموضوع مش بسيط. لا هو بسيط، التمويل بس فلوس، معك فلوس على الطاولة، هذا تمويل فقط، ملناش دعوة. تحرقيهم تضميهم تضميهم في البحر، ملناش دعوة. لو رميتيهم في البحر اسمه سوء إدارة مالية. تفضل يا أبلة سيام كملي. هل الإدارة علم أم فن؟ الإدارة المالية علم ولا فن؟ يلا يا أبلة بسرعة. سهام مسكرة. أبلة افتح السبيكر، افتح السبيكر، افتح المايك. فاتح يا دكتورة، فاتح. كان مسكر يا أنتي. تفضلي جاوبي على السؤال عشان الوقت. يلا، هل هي علم أم فن ولا هي ولا حاجة؟ هلا الإدارة المالية علم أم فن؟ طبعا الإدارة بشكل عام هي فن تطبيق العلم، تمام. فالعلم إيش هو؟ العلم هو مجموعة من القواعد والقوانين المتعلقة بالإدارة المالية، تمام. فالفن إنه إيش، كيف إحنا بنطبق هذا العلم والقوانين والأسس بطريقة مميزة. ممتاز. كيف الإدارة بالعلم وفن؟ زي ما تو شرحنا، الاقتصاديات القوية في الدول لا يعني أن الدول هذه معها فلوس، معناها شغلت نونة حتة الفلوس معها بشكل جيد، ست مدمونة بشكل جيد. والدول معها تريليونات الدولارات ما ممكن تضيعهم في إشي سخيف بالنسبة لهم مهم. طيب الشخص اللي ماسك العمل الإداري بسموه المالي، بسموه المدير المالي، المانجر. المانجر مش الممول. نكتب هنا سؤال، هل الممول هو المدير المالي؟ لا 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 طالبة أشوفها. نعم تفضلي قبلة. طبعا لازم بدلة وقرافة وشيك، لازم طبعا المدير المالي والمحاسب، ممكن يكون محاسب مدير مالي. تعيد الهندسة على الإدارة المالية وفرحانين عليه حالهم. المدير المالي لازم يكون بياخد راتب عالي. ليش؟ للأمانة يا دكتورة. ممتاز، عشان ما يكون أمين مع كل الفلوس ويحمد يده. لا نعطيه راتب لمؤاخذة يشبعه، يعني يملي عينه، لأن راتبهم عالية. لو أنا أعطيته راتب صغنون الخزنة معاه بس بيختلس وبيسرق براحته وبيشهد برا البلد، وإحنا ما عندناش خبر. المسؤول عن المالية المالية وهو عن إدارة الاستثمارات، التقارير المالية، وضع الخطط المالية للمنشأة على المدى الطويل، بنسميه مدير مالي وله مكانة في الهيكل التنظيمي. شوفي مش شرط، يعني ممكن مع مدير التسويق والإنتاج. وخذي بالك عادة اللي بيمسك المالية أصحاب الشركة كتير، لأنه ماسك المالية غالبا يعني. أنا كتير درست طالبات في الإدارة والمحاسبة، طبعا لا يعني ان انا استاذ في الاداره، ما بدرسش، احنا بندرس مواد محاسبه على فكره.
كتير درسوا الطلبة أهليهم عندهم بيزنس ودرسوهم تجارة عشان يمسكوا مال الشركة، خلاص فلوسك تتقيش في أي حدا يسرقها يهرب فيها يجيك تسوي حسرة، فبتمسكيها أنت وبس الولد ولا البنت يكبروا وبيشيلوا الشغل. عشان هيك كتير ناس بدرسوا تجارة بشكل مخصوص يعني عشان حتى هذا. ما هي صفاته حضرته؟ هي شايفة كيف؟ لابس قرافة زي ما حكينا، وقال حاسبة لابتوب فواتير قصص، تفضلي. تمام. هلا صفات الشخصية للمدير المالي، أهم إشي لازم يتصف بالذكاء، لأنه يعني هو اللي حيحلل التقارير، فلازم يكون عند يكون ذكي وعنده سرعة بديهة. تمام. والقدرة على التحليل والتفكير العلمي، لأنه بيتعامل مع أرقام وحسابات وبناء عليها بيتخذ هاي القرارات. تمام. ولازم يكون عنده مرونة، مش كله صح ومش كله غلط، لازم إيش يتصل بمرونة، يكون سلس. تمام. ولازم يكون عنده حصيلة علمية، إنه يكون كلامه مبني على أسس علمية وقواعد. لا هو مش هيشرح إدارة مالية، خذي بالك الحتة هذه يفضل إنه يكون متعلم المحاسبة والمالية تعليم. وممكن طبعا كبار السن اللي ما لحقوش الجامعات، ما لحق الجامعات، فهو بيجيبها بالخبر، بالخبر يعني. ماشي. تمام. ماشي. هلا فوضى الان زي ما توشم لحظة يعني. قلنا مصادر التمويل بدورها بنك ياخذ قرض، طبعا قلنا القرض له تكلفة اللي هو الفائدة، عاد هو شطاط وبده يجيب القرض الفائدة الصغنونة، لأنه إحنا اللي حندفع، الشركة اللي حتدفع، يكون عنده مهارات التفاوض على أسعار الفائدة أو أسعار الشراء أو أسعار البيع حسب هو إيش بده يعمل. تفضلي. تمام. ننتقل للثاني، مهارات المدير المالي اللي هي السكيلز. في عندنا مهارات شخصية ومهارات الأعمال ومهارات التغيير ومهارات مالية. شو هي المهارات الشخصية للمدير المالي؟ ممكن إنه يكون الثقة والأمانة والأخلاق. يا سهام، تستخدميش أنت كلمة ممكن، منفعش. إيش ممكن؟ منفعش. ممكن يعني احتمال، لا بزبطش. مدير ماله ما عندوش ثقة في ثقة في نفسه. أنا بدي أقول له، هو بقول أنا أخذت 1000، بقول أنا أنت أخذت مني 2000، أنا دفع لك 2000. إذا ما عندوش ثقة بنفسه هيقول 2000، ويمكن هم 1000. لازم يكون واثق من نفسه وعارف هو بتعامل مع فلوس، بده يكون الفلوس بدها دقة وتركيز. أنت دفعت 1000 ولا 2000، هات المستندات، مش أنا أعطيه 1000 أقول له 2000 أضحك عليه. لا، هذا مصيبة، ضيع المؤسسة. تفضل. واثق من نفسه، تفضلي. يا أبلة افتح المايك، يا أبلة افتح المايك، افتح المايك للسبيكر، افتح المايك. غلبة احكوا لها يا قوم. مش انا اللي بسكره. لا يا انت بتسكري وبعدين تحكي. لا انا ما اخذ بالي انه انت بتسكري، مش مشكله، تفضلي. يكون واثق من نفسه. بسكر لحاله والله. شرير اثنين حطك في راسك. أيوة. في عنا مهارات مالية اللي هي زي التحليل المالي والتخطيط المالي. لا في عنا مهارات الأعمال. لا ما شاء الله قفزة، احنا في المهارات الشخصية. ما أنا ثقة أمانة شرحناها، عشان بده يتعامل مع الفلوس يروح يغش ولا يختلس ولا يزور لنا شيكات. أخلاق راقية، ماشي قد حاله، لو إجا واحد يعطي رشوة لا، عينه مليانة، بنتقي ربنا. علاقات طيبة وخاصة مع البنوك والمساهمين عشان يمشوا أمور. مهارات الأعمال يكون فاهم شغل، فاهم السوق، فاهم النشاط وفاهم الخبرة، بصير شاطر، هو بصير شاطر لأهله، فاهم المنافسين، قوض، هذا كله بيجي بالخبرة. التغيير، اتخذ قرارات ممكن نغيره، ليش لا، يطور نفسه. على فكرة اتخاذ القرارات مش مقدس، أنا مستغرب من البعض، إحنا اتخذنا قرار فيش تراجع عليه، ليش؟ القرآن هو الكتاب المقدس فقط، أما بعد هيك أي حاجة لها علاقة بالإنسان قابلة أصلا من صفات القرارات المرونة. فأنا أستغرب من بعض المسؤولين، لا بتراجع عشان قراري، صلاة النبي، مقدس قرارك ولا منزل. التطوير، لازم أطور نفسه يلاحق التطورات التكنولوجية اللي بتدخل على برامج الإدارة المالية، إلى برامج خاصة الإدارة المالية من الإكس. الابتكار، لازم يكون في ابتكار. صحيح، هو مش الابتكار، الإبداع يا أبلة، مش الابتكار، يعني حل المشاكل المالية بشكل مبدع، مش ابتكار معنى اختراع. تمام. يعطي الموظفين حوافز، مش مع الخزنة يكون بخيل بيقطع من جلده، هذا بتلاحظيها في بعض القطاعات الخاصة، بتحس المدير المالي بيقطع من جلده.
اي مش فلوسك، فلوس الشركه، بعطي الموظفين حاجات ريحهم، اعطيهم اعطيهم علاوه، اعطيهم مكافآت، اعطيهم هدايا، ايش لا بقطع من جلده خلاص مش قادر الزلمه. مهارات ماليه، التحليل المالي والتخطيط المالي، هذول الاثنين علوم من علوم الاداره الماليه، بدهم شرح شرحوه في الاداره الماليه براحتكم. تفضلي. عندنا اسباب تطور عمل المدير المالي اللي هو الانفتاح المالي واشتداد المنافسه وتحالفات استراتيجيه والعولمه الماليه والتكنولوجيا. الانفتاح المالي ماشي، مش على قد حالنا، لا بدنا نركز، منافسه شرسه، لا نعرف فلوسنا وين نروح، ماشي، تحالفات استراتيجيه قويه، عولمه ماليه، كل هذا ياخذوه في المساق. إن شاء الله. أنواع الإدارة تفضلي. في عنا عدة أنواع للإدارة المالية. في إدارة مالية شخصية اللي هي مثلا زي اللي حكينا عنه بالأول، مثلا كيف بدي أدير الأموال الشخصية على مستوى الفرد بتكون. وفي إدارة مالية عامة اللي هي للدولة على مستوى الدولة، وهي الإدارة تستهدف من نفقاتها تحقيق المصلحة العامة، تمام، وتعتمد في إيراداتها على سلطة الإجبار في فرض الضرائب أو الرسوم. هلا الإدارة المالية متعلقة بالدولة زي ما حكينا، في الإيراد، إيراد من وين بنجيبه الإيراد؟ ممكن من الضرائب، ممكن من يا أنت وين بتشرحي قاعدة؟ في الإدارة المالية العامة يا دكتورة. طب خلصت الشخصية؟ خلصتها. ماشي، الإدارة المالية الشخصية أنت معك في المحفظة فلوس، إجيك تسوي بتاخدي راتب، بتاخدي مصروف، إلك دخل مشروع، الفلوس تبعته إلك، إيش بتسوي فيها؟ ماشي، أنت حر، هذه مالية شخصية. إما بدخلها أو الشكل الأبيض ليومك الأبيض. المالية العامة مالية الدولة. خذي بالك، الإدارة المالية اللي بدرسيها هذه إدارة مالية الشركات. إدارة مالية الدولة بتختلف تماماً عن الشركات. اللي هي الموازنة العامة للدولة اللي هي الإيرادات والمصاريف. الإيرادات والإيش؟ والمصاريف. تفضلي. مصاريف الدولة اللي هي رواتب الموظفين والبنية التحتية والشغلات هذه. والبنية التحتية. ولازم يكون عندنا الإيراد اللي هو بيكون من الضرائب بيغطي مصاريف البنية التحتية. شوفي هم الآن عملوا موازنة 2021، كل العالم عمل موازنة 2021. في دول طلع عندها فائض، الإيرادات غطت مصاريفها التشغيلية تبعت الدولة، وفي دول زي الدول العربية عندها عجز. كل ما العجز بيكون تراكم. تفضلي. ثلاثة. تمام، يعني قلنا الهدف الرئيسي من الإدارة المالية العامة اللي هو تحقيق مصلحة العامة. يجي للإدارة المالية الخاصة، وهي موازنة مالية خاصة بتكون للمشاريع والشركات، ويسعى فيها الأفراد أو المنشأة الخاصة تحقيق المنفعة الشخصية المتمثلة في شكل أرباح، يعني هدفها الرئيسي هو تحقيق الربح. فيعتمد المشروع الخاص في الحصول على إيرادات وعلى التخصيص الاختياري أو التقاعد مع البيت، تعاقد مع البيت. طبعا من وين تجي ايرادات الشركات؟ من المبيعات يا ابله. ايرادات بتجي من المبيعات بتكون رقم واحد. انت عندك مشروع بكون مصدر ايراداتك، الايرادات تبعتك رقم واحد هو البيع، عين التنويه مش كثير احنا بندق عليه. ماشي، اوكي، اذا شخص الايرادات بتكون من مبيعاته، المبيعات بتكون هي عدد العائد من المبيعات ضرب السعر، وبيتم خصم جميع التكاليف والمصاريف. بعد هيك بضل عندنا صافي الربح بعد الضريبه. وقفي قبل عيدي ثاني، جايبه لنا قول او بس لا يا انت ما فيش نعطي معلومات، الكلام مسجل بالصوت، هامل البنات يفكروا صح ويعتمدوا عليه. عيدي كيف حسبت الايراد؟ الايراد ايش بيساوي يا قبله؟ هلا ايراد المبيعات يكون عدد العائد من البضاعه المباعه، عدد العائد. يا أبلة طولي بالك، العائد هو الأرباح، الضيتين هو نفس الربح، ماشي، بس عشان إحنا في اللغة العربية لغة ما شاء الله الزاخرة، فعين خدي بالك، العائد والمردود والربح هدول هم ثلاثة أرباح، نفس الكلمة، مردود ربح. الإيراد لا، الإيراد ما شو علاقة، الإيراد بيساوي عدد الوحدات المباعة ضرب السعر، هذا اللي حكيت عنه، هذا الإيراد. صافي الربح بيساوي الإيراد ناقص التكاليف، خدتي بالك؟ لو قلتي صافي الربح، صافي العائد، صافي المردود، نفس الكلمة، بس هي تنوع في اللغة العربية، ما لهاش تنوع في الإنجليزي على فكرة، بيرفكت وخلصنا. بس اللغة العربية زاخرة. واضح؟ تفضلي. تمام.
ننتقل للسلايد الثاني دكتورة. تفضل يا أبلة. ما يوضف ذيك فقط لأن إحنا بدنا هذه أربع فصول بس نشرح أربع بدنا أربع شو. لموضوع الإدارة المالية. عندنا التحليل المالي والتخطيط المالي وإدارة هيكل الأصول وإدارة الهيكل المالي والتنسيق مع الوزارات الأخرى والتداخل مع الأسواق المالية والنقدية وإدارة المخاطر. أو ثانك يو. ليش يا سلام مش حاطة لنا وردة ولا حاجة؟ كل الوردات لك يا دكتورة. لا مشيلي للبنات يا أنت، إحنا في آخر الفصل فلازم نفضحها من جد. أنا بجيب لهم ورد خفيش يعني، الآن أنا بشتري لهم ورد. شكراً يا أنتي. حكينا إحنا مضينا عن التسويق والإدارة المالية بشكل سريع لأنه هذه فصول هتاخدوا راح تكون في شرحها إن شاء الله. طبعاً أنا مش هشوفوني تاني إلا إذا أخذتوني مشرف أو مناقش، ممكن يشوفوني في المناقشة منورة لأني أنا باخدش ما بتعمقش عشان دوام الداتا ستة بزبطش معايا. نتشرف فيكي دكتورة يعني أكيد. أي حاجة أهلا وسهلا. هيا طلع ولد بيضاء. مين هدول؟ تمام حسن مالو. أفضل فيديو على فكرة. هاي كل شايفين الصور أنت ولا مش شايفين؟ إحنا شايفين thank you. آه أنا الوحدة اللي شايفة. أصلي قاعدة في مزرعة ورد أنا. بدي أشوف لي وردة حلوة مناسبة لكم. والله كله حلو بس أنا بدي حاجة مميزة زيكم. أنتوا كنتوا دفعة مميزة رغم إنكم متعبين شوية تزعلوش على فكرة. ما أعرفش ليش. يمكن لأنه الكتروني. يمكن لأنه الكتروني. أكيد يمكن. أكيد دكتورة لأنه الكتروني يعني وإس إس ديد. ما كانش في فرصة نتعرف عليكي، أكيد متشرف فيكي. أهلا وسهلا يا أنت. هاي الوردة شايفين الوردة؟ لحظة يا جماعة. الوردة في شريحة. كل هذا يا سياق على فكره ما كنتش بعرف مين هي اخذ محاضره عشان هيك ما طلبش احط ورد لانه ما اعرفش مين جسر قبل الثاني التسويق قبل الاستراتيجيه ولا مين قبل مين. هاي انت احلى ورده لكم يا رب تعجبكم. مش عارف انا حسيتها مميزه على فكره انا من عاشقين الورد الابيض عشان هيك انا جبت ورد ابيض يعني مش ما جاتش بالصدفه. لا حلوه يا دكتوره. حلوه دكتوره تسلمي زي عيونك يا انت. شكرا دكتورة. ميرسي دكتورة ويعطيك ألف عافية يا رب. الله يعطيك العافية دكتورة. يعطيك العافية دكتورة. يا أهلا بس أنا ما خلصت. دكتورة. ما خلصت طلع. ما خلصت يعني. إحنا نحكي على امتحان على مجموعة لسه ال إيش مجموعة الواتس لغاية ما توصل. الظهر إلكم شكرا كثير. ظهرت ولا ما ظهرت؟ ظهر يا دكتورة ظهر. ظهرت يا دكتورة. نعم بدل كان في ممكن تقربي لنا الكاميرا، أنت ليش كنت مبعدة؟ لما كنت مبعدة كنت كذا مش عارف الشرح متعب شوي. هلا أنا اللابتوب كنت على الجوال، الجوال طفى. الله يرحمك أنا كويس، ماشي يعني. هاي شكرا لكم معلش عشان الخلفية سوداء أنا ما انتبهتش. واضح؟ نحفظ عشان الشرح. لغاية اليوم إن شاء الله بنكون أنهينا مع بعض مساق إدارة أعمال استدراكي أنا حسب استطلاع رأي للدفعات السابقة بدهم مبادئ الإدارة ما تكونش مادة واحدة للاستدراكي بدها تانية لأنه مادة واحدة لا تكفي على فكرة الموضوع مش لكم أنتوا خلصتوا أنا بس بحكي لكم ما تخافوش يعني أنت الدفعة تبعتكم خلصت ما بنجيش نطول لدفعة هي بتشتغل للدفعات السابقة القادمة سررت بالتعرف على كوكبة من خريجات أقسام مختلفة وكليات مختلفة من الهندسة والأداب الإنجليش والجغرافيا والآي تي بتمنى لكم التوفيق الله بتمنى الجميع ينجح في المساق لأنه مبادئ يعني سنة أولى بياخدوها لكن بالنسبة لكم عشان جديدة كمان وأنتوا عندكم علم سابق يعني أنت مخك هندسة أو مخك أداب أنت قاعدة بتدخلي علم جديد بيختلف عنهم ماشي أي مساعدة في الماجستير أو في مساق ما تتردديش رقم جوالي معاكي والواتس معاكي والإيميل معاكي بنشوفكم إن شاء الله في المستقبل إما في الإشراف على رسائل الماجستير أو في مناقشة رسائل الماجستير أي حاجة أهلا وسهلا نشرفت بالتعرف صديقات إن شاء الله كل عام وانتم بخير إن شاء الله وكل رأس سنة ميلادية وانتم بخير إن شاء الله يعطيكم العافية والسبت الجاي في المحاضرة مش هلاقيكم قاعدين في الزوم
ماشي، يعطيك العافية. يعطيك العافية دكتورة. إن أخطأت من نفسي، الله يعافيك، إن أخطأت من نفسي ومن أصبت من الله. يعطيك العافية، كل عام وأنتم بخير، أستودعكم الله والسلام عليكم. ألف خير. يا هلا، السلام عليكم. طيب طيب عليكم. مع السلامة. يعطيك عافية دكتورة. يعطيك عافية دكتورة. مع السلامة.